نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. اشتباكات بين الثوار وما يعرف بتنظيم الدولة شرقية مصراتة، ومستشفى مصراتة يعلن حالة التأهب القصوى. قتلى وجرحى في صفوف قوات حفتر، ومجلس الشورى يقصف تمركزاتهم بالمدفعية الثقيلة. اجتماع دولي لمناقشة الأزمة الليبية في فيينا، والملف الأمني على رأس الأولويات. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في نشرة 11. أفاد مصدر عسكري من مدينة مصراتة الاثنين بتجدد الاشتباكات بين قوات الثوار ومنتسبي ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة أبو جرين. مصدر طبي من مدينة مصراتة قال إن مستشفى المدينة لم يستقبل حتى الآن أي إصابات خلال تجدد الاشتباكات في محيط أبو جرين. وكان مصدر من المدينة أفاد باندلاع مناوشات الأحد بعد رصد تحركات عناصر لما يعرف بتنظيم الدولة، مضيفا أن قوات الثوار قامت باستهداف عناصر التنظيم مما أدى إلى تراجعه. أكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى مصراتة المركزي عبد العزيز عيسى بأن المستشفى لم يستقبل حتى اللحظة أي حالة سواء من الشهداء أو الجرحى جراء الاشتباكات التي تجددت الاثنين في أبو جرين. وقال عيسى إن المستشفى قد أعلن حالة التأهب القصوى منذ بداية الاشتباكات. يشار إلى أن مستشفى مصراتة المركزي حذر في وقت سابق من نفاد المستلزمات والتجهيزات الطبية والعلاجية والأدوية الضرورية لعلاج المرضى. وصف مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي ترهون محمد سعيد أوضاع النازحين من مدينة سرت وأبو جرين، وصفها بالمأساوية، موضحا أن المدينة لم يصلها أي دعم من الجهات المختصة. سعيد أوضح أن بلدية ترهون استطاعت توفير بعض المستلزمات من مسكن وبعض الحاجات الأساسية لعدد من النازحين، مشيرا لعدم إمكانية توفيرها لبقية النازحين. يذكر أن 3900 أسرة نازحة من مدينة سرت وأبو جرين وصلوا إلى مدينة ترهونة بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة. قام متطوعون من الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة بتوزيع مواد إغاثية لعدد من الأسر النازحة من مدينة سرت وضواحيها. وقال أمين جمعية الهلال الأحمر بترهونة رمضان أبو زويدة إنه تم الاثنين توزيع المواد الإغاثية التي تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع طرابلس، موضحا أن عملية التوزيع تمت وفق قوائم أعدت مسبقا من قبل وحدة شؤون النازحين بالفرع، وسيتم تباعا توزيع باقي المواد للوصول إلى كافة النازحين بالمدينة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، موضوع الاشتباكات شرقية مصراتة، ينضم إلينا من مصراتة المتحدث باسم غرفة العمليات غرفة عمليات المنطقة الوسطى العميد محمد الغصري. سعادة العميد، مرحبا بك بداية. أهلا وسهلا بك وبإذاعة راس عرب مشاهديك الكرام. مرحبا بك سيد الغصري. لو أطلعتنا على آخر المستجدات يعني الميدانية في منطقة أبو جرين ومحيطها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم سيدي أمر الغرفة العميد بشير القاضي وبرفقته أنا ومجموعة من الأفراد الآخرين قمنا بزيارة إلى الخطوط الأمامية والاطمئنان على الروح المعنوية والاستعدادات بالنسبة للجبهة. هل هناك أي اشتباكات بين ثوار المنطقة الوسطى و ما يعرف بتنظيم الدولة؟ طبعا هناك اشتباكات من وتقريبا في 3 جرحى في جروح بسيطة من افراد الجيش الليبي والقوات المساندة له الخطوط، وهذا طبعا قام قوات الجيش الليبي بالتقدم نحو بوابة أبو جرين ووقعت اشتباكات
الشبكات كلها بسيطة، المستشفى المثالي قابل للجرعة وغادروا المكان. هذه الحصيلة، حصيلة الجرحى، والتي ذكرت أن هناك 3 جرحى من قواتكم أصيبوا اليوم، هل هي حصيلة، هل هي حصيلة اليوم أم أنها حصيلة أيام ماضية أيضا؟ لا، هذه حصيلة اليوم. طبعا اليوم احنا في طريقنا المستشفى الميدان، الجرحى موجودين كلهم جروح بسيطة. هل لديكم أي خطط للتقدم وتجاوز منطقة أبو قرين؟ لما اسمع السؤال الله يكرمك، هل لديكم أي خطط من أجل التقدم أكثر وتجاوز منطقة أبو قرين؟ التقدم قرار بالدرجة الأولى عند الخطوط الأمامية بديل. طيب سيد، نعم سعادة العميد، سعادة العميد محمد الغصري المتحدث باسم غرفة عمليات المنطقة الوسطى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وإلى بنغازي، حيث أفاد مصدر طبي من المدينة بمقتل عنصرين من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح 5 آخرين في استهداف لمواقعهم من قبل مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة الجوارشة. ونقلت مصادر أخرى أن قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة نفذته طائرات مجرم الحرب حفتر على مساكن مدنيين بمنطقتي جنفودة والجوارشة، في حين واصلت سرية مدفعية بمجلس شورى ثوار بنغازي استهدافها لتجمعات قوات مجرم الحرب حفتر. وأشارت مصادر إلى أن قوات مجلس شورى الثوار تمكنت من تدمير سيارة عسكرية وأخرى لنقل الذخيرة. نظم المجلس البلدي بمنطقة القربولي الاثنين ورشة عمل بعنوان الدستور الليبي المرتقب في الميزان. الورشة ألقيت فيها عدد من المحاضرات التوعوية حول مفهوم الدستور وكيف يمكن أن يكون مبنيا على أسس متينة تلبي تطلعات الشعب الليبي، من قبل محاضرين وأعضاء مقطعين للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وناقش المجتمعون المشاكل التي تعانيها الهيئة التأسيسية وكذلك تداعيات الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة استئناف البيضاء في إبطال إقرار مسودة الدستور من قبل الهيئة. السادة الحضور، رحب بكم إن شاء الله من جديد. جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تأكيده على الاستمرار في مقاطعته للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى حين تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري ومشاركة فعلية في كتابة الدستور. المجلس أكد في بيان له الجمعة أن أي محاولات لتمرير ما يسمى بمسودة الدستور مع إقصاء الأمازيغ سيترتب عليه وضع خيارات أخرى سيقررها الأمازيغ من أجل الدفاع عن هويتهم وثقافتهم بحسب البيان. وحذر المجلس كل من يحاول أن يتلاعب بخيار الشعب داعيا ناخبيه للثبات على ما سماه حقوق الأمازيغ التي أريقت على جنباتها الدماء حسب البيان. وفي خبر يخص قناة التناصح، حيث تستعد القناة الفضائية لشهر رمضان المبارك بباقة من البرامج المتنوعة الدينية منها والثقافية والصحية لتقدم أفضل ما لديها لمتابعيها الكرام. ومع حلول شهر رمضان المبارك تزداد وتيرة العمل من أطقم القناة على إنتاج البرامج الخاصة بالشهر الكريم، ومن هذه البرامج برنامج نفحات قرآنية وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبرنامج تلاوات عطرة، وكذلك العظماء 100، وبرنامج بين يدي العلماء، وسواعد الإخاء. هذا وتتمنى قناة التناصح الفضائية أن تنال هذه البرامج إعجاب متابعيها الكرام، داعية الله عز وجل أن يحل الشهر على ليبيا بالخير والأمان. انطلقت أمس الأحد الامتحانات النهائية لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في عدد من المدن والمناطق الليبية. مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد العروسي قال إن الامتحانات انطلقت في 30 منطقة من أصل 51 بمشاركة أكثر من 100,000 طالب باستثناء المنطقة الشرقية، وتستمر الامتحانات 10 أيام متواصلة ابتداء من أمس الأحد.
وفي نفس السياق قام وزير التربية والتعليم خليفة الساروي الأحد رفقة موظفين بالوزارة بجولة تفقدية لمدرسة فتاة الثورة الحرة بنات للتعليم الثانوي، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي للبنين، ومدرسة الفيحاء للتعليم الأساسي، وكذلك مدرسة الشهيد سالم الأسطى الثانوية للبنين. الوزير تابع خلال الزيارة سير امتحانات سنوات النقل التي انطلقت الأحد، والتعرف عن كثب على احتياجات الطلبة ومتطلباتهم. وناقش وزير التعليم مع عدد من الطلبة مدى ملائمة جدول الامتحانات ومدى صعوبة الأسئلة وتوزيعها على المنهج بشكل كامل. هذا وأكد وزير التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة الساروي الاثنين أن تصحيح امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية سيكون إلكترونيا. وقال الساروي في تصريح صحفي إنه تم التواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الإجراءات لإحدى الشركات لتستورد المستلزمات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية، وأضاف أن وزارة المالية وافقت على دفع 2.5 مليون لوزارة التربية والتعليم من مبلغ وقدره 17 مليون دينار طالبت بها الوزارة. وأكد الساروي أن قرار تأجيل الامتحانات النهائية للشهادة الإعدادية والثانوية كان في محله لإعطاء الفرصة لحل المعوقات، مضيفا أنه تم مخاطبة مسؤولي التعليم لتسهيل إجراءات الطلبة النازحين. هذا شيء طيب، شيء يذكر لهم بالخير. أتمنى التوفيق لأبنائنا وأشكر كل العاملين، كما لا يفوتني إلا وأنا أشكر قناة التناصح على ما تبذله من جهد كبير في متابعة كل الأحداث التي تجري في بلادنا ومتابعة قطاع التعليم بصورة خاصة. على الصعيد الخارجي، عقد وزراء خارجية الدول أو دول أوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي الاثنين عقدوا في فيينا اجتماعا لمناقشة الأزمة الليبية، وكان الملف الأمني على رأس أولويات هذا الاجتماع. ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ونظيره الأمريكي جون كيري، على أن يحضره كبار الفاعلين الإقليميين والدوليين حسب ما أعلن جنتيلوني سابقا. يذكر أن اجتماع فيينا يعد الثاني بعد الاجتماع الذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي في العاصمة الإيطالية روما. المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية في حل وترحال بين دول الجوار بحثا عن شرعية تبدو مفقودة تمكنه من الإمساك بمقاليد السلطة. المزيد في التقرير التالي. بين القاهرة وتونس العاصمة، سفريات بالجملة والقطاع للمجلس الرئاسي المقترح في مسعى للبحث عن شرعية مفقودة. جولة عربية أجراها رئيس المجلس المقترح، استهلها الأربعاء بالنزول ضيفا على الرئيس المصري ومصطحبا معه عددا من أعضاء المجلس في زيارة هي الثانية خلال نفس الأسبوع. السيسي استقبل السراج وأبلغه أن مصر مع الحكومة المقترحة بما يمكنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية في ظل الحفاظ على المؤسسات الليبية التي تعني الإبقاء على مجرم الحرب حفتر إلى حين الانتهاء من مسح آخر بيت في بنغازي والاتجاه إلى مسح بيوت درنا. كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. السراج كان قد تلقى وعودا من النظام المصري، وذلك يوم السبت قبل الماضي، كما التقى في اليوم الذي تلاه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطالبا بمساعدة بلاده من أجل رفع حظر توريد السلاح المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي ليتمكن من مكافحة الإرهاب بجيش لم يبعث من الرماد بعد. الرحلات المكوكية للمجلس الرئاسي المقترح بقضه وقضيضه عربيا ودوليا أرهقت شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية وحمالي الحقائب عند بوابات المطارات، في الوقت الذي غاب عن متابعتها جموع المواطنين المتلهفين لبضعة دنانير على أبواب مصارف اعتراها الترهل ونالت منها الشيخوخة المبكرة. ألقى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس اليوم الاثنين ألقى القبض على أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل منطقة تاجوراء. رئيس قسم الترحيل في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مصطفى إدريس
قال في تصريح له إن من بين المهاجرين طفل و56 امرأة، موضحا أن المهاجرين المقبوض عليهم أحيلوا إلى مراكز الإيواء في مدينة الخمس إلى حين استكمال إجراءات الترحيل. يشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس كان قد ألقى القبض على 300 مهاجر غير شرعي خلال شهر أبريل الماضي. استرجعت كتيبة فرسان جنزور الأحد 3 أشخاص كانوا مختطفين في أماكن مختلفة بمنطقتي السراج وور شفانة. آمر جهاز المعلومات بكتيبة فرسان جنزور محمود أبو جعفر قال في تصريح له إن الكتيبة قد توصلت إلى مكان احتجاز المختطفين 3 فحررتهم، مضيفا إلى أن التعقب وملاحقة الجناه استغرق وقتا بسبب صعوبة تعقب الاتصالات الهاتفية التي قام بها الخاطفون. أقامت الكليات الطبية بجامعة الزيتونة بترهونة احتفالية بمناسبة حصيلة العام للكليات الطبية بالمدينة. الحفل الذي أقيم بمسرح بلدية ترهونة افتتح بكلمة لمنسق الكليات الطبية، ثم كلمة باسم الطلبة، وأيضا كلمة لرئيس الجامعة. وحضر الحفل رئيس الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس وعدد من المسؤولين في المدينة وجمع من الطلبة. Now you are an ember. وبالنسبة لكسرى هذا أفضل كهرباء عنده، ينوروا له في قصر. أعلنت شركة هاتف ليبيا عودة الاتصالات إلى المنطقة الجنوبية بعد انقطاعها لعدة أيام بسبب عطل فني في الألياف البصرية بمنطقة الشويرف. مدير مكتب الإعلام بالشركة جمال السويسي قال في تصريح له الاثنين إن الصيانة تمت بأيدي فنيين ومهندسين من هاتف ليبيا في منطقة الاتصالات سبها، مشيرا أن جميع الخدمات الهاتفية عادت إلى المنطقة الجنوبية مساء الأحد، والتي تشمل ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية وخدمات شركة هاتف ليبيا. أعلن مصرف الأمان عبر صفحته على الفيسبوك عن إصدار بطاقة ائتمانية خاصة بحسابات العملة الأجنبية يمكن تغذيتها بالإيداع النقدي أو باستقبال الحوالات الدولية عليها. وحسب ما نشره المصرف عبر صفحته، فإن هذه البطاقة يمكن لحاملها سحب رصيده بالكامل من أي بلد في العالم وفي أي وقت كان. المصرف أكد بأن البطاقة لا تخضع للسقف اليومي أو السنوي المحدد من قبل مصرف ليبيا المركزي، سواء بالنسبة للسحب النقدي أو الشراء، باعتبارها مغطاة بالعملة الأجنبية ولا تحتاج للغطاء الخارجي الممنوح من المصرف المركزي. قال رئيس جمعية الرواد للتعليم والتوعية مختار المحمودي إن الجمعية أطلقت الأحد مشروع دورات تطوير المعلم بإشراف مكتب التدريب والتطوير تاجوراء وبالتنسيق مع مؤسسة كنزان. المحمودي أضاف أن المشروع انطلق بمدرسة عبد الكريم بتاجوراء وضم 29 متدرب من المعلمات اللاتي تم اختيارهن من قبل مكتب تعليم تاجوراء لتدريبهن على التعرف على مجال التعلم النشط وفوائده وطرق استخدامه، مردفا أن عمل الجمعية في الوقت الحالي داخل بلدية تاجوراء متوقعا أن يكون عملها على نطاق أوسع في الفترة القادمة. يذكر أن جمعية الرواد قامت في وقت سابق بمشروع مدرستنا خير، والذي يعد الأول من نوعه بحسب رئيس الجمعية. منحت بلدية زليطن درع زليطن للسلام للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق وممثلي قبائل التبو وقبيلة الحساونة التي ترعى اتفاق الصلح بين القبيلتين. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمدرج الجامعة الأسمرية الإسلامية، وجرى خلالها تكريم المجلس البلدي من قبل أعيان وحكماء مدينة يباري تقديرا لجهوده في سبيل إرساء السلام والاستقرار بين مكوني التبو والطوارق. وفي خبرنا الأخير، حيث أحيا الفلسطينيون خاصة والعرب والمسلمون عامة
أحيوا الأحد الذكرى 68 للنكبة، تلك الذكرى الأليمة في الوجدان العربي حين قامت الجماعات الصهيونية باحتلال أكثر من 3/4 الأراضي الفلسطينية في 15 من مايو عام 1948، وقيام العصابات الصهيونية وبدء الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. يذكر أن نتائج تلك الحرب كانت كارثية، فقد تعرضت مئات القرى والمدن الفلسطينية للتطهير العرقي ودمرت بالكامل، كما جرت عشرات المذابح بحق الفلسطينيين واستشهد منهم 15,000 خلال النكبة، كما هجر نصف الفلسطينيين المقيمين في ذلك الوقت، فيما بقي 150,000 في المناطق التي قامت عليها دولة الاحتلال. إلى عناوين الأخبار. اشتباكات بين الثوار وما يعرف بتنظيم الدولة شرقية مصراته، ومستشفى المدينة يعلن حالة التأهب القصوى. قتلى وجرحى في صفوف قوات حفتر في بنغازي، ومجلس شورى المدينة يقصف تمركزاتهم بالمدفعية الثقيلة. اجتماع دولي لمناقشة الأزمة الليبية في فيينا، والملف الأمني على رأس أولوياته. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، في ختامها دمتم في أمان الله.